ييزي صار يعجبني أكثر من 350 في الفترة الأخيرة. مرحبا، أنا حمد طاهر ويا أهلا فيكم في قناتي. شوز اليوم هو اليزي 500 يوتيليتي بلاك. سلسلة توقف لا توقف دقيقة خلاص اوكي. شوز ده مو أول إصدار لليزي 500، أول إصدار كان في ديسمبر 2017 وكان اسمه سوبر مون يلو. والإصدار ده كان لازم مو بس تشتري الشوز، لازم تشتري الشوز ومعاه شورت وهودي تدفع $760. اللون ده سوبر مون يلو نزل تاني في جون 2018 من غير الهودي ومن غير الشورت $200. بعده نزل لون تاني اسمه البلاش في 2018، صراحة اللون ده مرة جيد. بعد المون يلو والبلاش نزل لون في جولاي 2018 اللي هو اليوتيليتي بلاك، نفس ده اللون. الغريب في الموضوع انه كل الثلاثة الالوان دي ما كان عليها ريسيل والناس ما كان فيها رغبة ان يشتروها، وسعر الريسيل كان مرة قريب من الريتيل. بعده نزلت الوان مرة كتير، السولت اللي لونه على رمادي، والبون وايت اللي انا اشوفه احلى لون، والسوفت فيجن اللي انا اشوفه لونه غريب. بعدها نزل كم ديزاين هاي كلها غير جيدة، حتى لما نزلت هنا في السعودية جلست كم يوم في الموقع. قبل ما أتكلم عن شوز اليوم، الديزاين حق الـ 500 غريب وفي ناس كتير ما تحبه، حتى في ناس سموه بق زي الحشرة أو ديزاين داد شو، أو يسموه كمان أحياناً وركر شو، شوز حق عمال. اللي ما يعرف إنه الديزاين حق الـ 500 هو ديزاين قديم، بالذات السول، السول اللي هو أسفل الشوز، هو ديزاين قديم لأديدس كان مع كوبي لما كوبي كان موقع مع اديداس عام 1999 قبل ما يروح لنايكي. الصورة دي تبين لكم انه السول هو نفسه السول اللي حق كوبي براينت لما كان موقع مع اديداس. الشوز القديم اللي بتكلم عنه كان اسمه KB83 كوبي براينت 8 نمبر 3. الصورة دي هحط لكم هي مرة تانية تبين لكم انه السول حق الشوز القديم هو نفسه السول حق الـ 500. خلاص كفاية معلومات كده عن الايزي 500، وخلينا نرجع لشوز اليوم اللي نزل في 2020 للمرة الثانية في امريكا بسعر $200 وهنا في السعودية ب 1100 ريال مع الضريبة. الشوز انا اخذته هنا من السعودية من موقع اديداس، وصلني تقريبا بعدها بيومين بس ما لبسته وقلت استنى اسوي عليه ريفيو. ما هكذب عليكم واقول لكم ان انا كان عندي ايزي 500 قبل كده، انا احب ديزاين حق الايزي 500. هذا أول ييزي 500 أشتريه، صراحة بدأ يعجبني في الفترة الأخيرة. الشوز ده أول ما تشوفه ما راح يعجبك، بس بعد ما تتعود على شكله وتشوف الناس لابسينه راح مرة يعجبك. الكواليتي حق الشوز مرة جيد، صح إنه ما فيه البوس تكنولوجي، فيه تكنولوجي تاني بس مرة مريح. وفي حاجة دائما أتكلم عنها، الماتيريالز حق الشوز اللي داخلة في بعض مرة جيدة، في سويد وفي جلد وفي ماتيريال تاني هنا بلاستيك، كلها جيدة وكواليتي مرة عالي. الإصدارات القديمة اللي تكلمت عنها قبل شوية ما كان عليها أي إقبال، الإصدارات الجديدة عليها إقبال أكبر، يمكن الناس بدأت تتقبل الشكل بشكل أكبر. الإقبال الشديد ده على الشوز رفع أسعار ما بعد البيع الريسل، يعني ده الشوز سعره في الريسل صار $370. تخيلوا الإصدار القديم كان ما حد يبغاه، سعر الريسل الآن $370. ونزل بعده واحد اسمه فليم اورنج سعره الان في الريسل $300. اللون الثاني اللي نفسي اشتريه اللي هو البون وايت، صراحه لون مره جيد ونفسي يكون عندي في الكوليكشن. بالنسبه للمقاس انا كل اليزيز اخذ فيها 10.5، ما عدا 350 اخذ 10 عشان ابغاها تكون ضيقه شويه،
فانت خد مقاسك العادي حقيقي. فقرة البوكس اللي لازم اتكلم عنها من التوب في 500 ومن الجنب في ييزي 500 ومن هنا في المقاس واللون. مع ايش تلبس الشوز؟ اول حاجة مع سويت بانس بنطلون رياضي، هذا احلى ستايل لاغلب الناس مع ييزي 500. تاني ستايل ممكن تلبسه مع بنطلون ضيق وتيشيرت ضيق، هذا احلى ستايل بالنسبة لي انا. انا عن نفسي كيف هلبسه؟ مع بنطلون جينز واشت وتيشيرت في، برضو ممكن جوجرز مع تيشيرت طويل او برضو جوجرز مع تيشيرت عادي برضو يطلع حلو. سويت بانس مع هودي زي الصورة دي حق جاستن بيبر برضو يطلع مرة جيد. ممكن برضو تلبسها مع شورت، واغلب ستايلات الشورتات يطلع برضو حلو مع الشوز. برضو بنطلون اديدس سواء بالسترايبس بالخطوط هذه ولا من غير الخطوط برضو يطلع مرة جيد معها. بالنسبة للبنات فستان يطلع برضو جيد على حسب اللون، برضو سكيرت يطلع معاه مرة حلو، وبالنسبة للأوفر سايز بنات ولا أولاد يطلع جيد. رأيي في الشوز، أنا أشوف الشوز مرة جيد ومرة ممتاز ولازم يكون عندك في الكولكشن سواء اللون الأسود أو اللون الأبيض. حاجة جيدة في الشوز إنك تقدر تلبسه مع كذا ستايل، لونه مو مرة أسود، لونه واشت يعني لو إيش ما كرفته ما هيبان عليه. سعره يعتبر أرخص ييزي ب $200، صح انه سعر الريسيل عالي بس لا تشتري ريسيل سعر $200 سعر جيد. شيء واحد سلبي في الشوز انه ما في بوست، الناس تعودت على بوست تكنولوجي. طبعا ما في مؤيد خلف الكاميرا اليوم عمار كم تدي من 10 وليه؟ اعطيه يا صاحبي 7. 7 من 10؟ وليش؟ ايش عجبك في الشوز؟ ستايل الايزي يختلف عن الايزيات الثانيه. حلو. هذا واحد. اثنين لونه بطل. ايوه لونه عجبك انه كده على الرمادي شوية. يا لونه طيب. بس استاره يعني شخصيا لك 7 من 10. طيب انا هعطيه 5 من 10. مو انه خسفت يعني بالشوز، بس انه يعني جيد، ممكن اديه 6 عشان اخدته بريتيل. ايوه في شوزات تانية احلى بس انا عاجبني يعني أنا تقييم 7 و8 و9 شوزات تانية تأخدها، فهذا أديه 6 عشان أخدته بريتيل مرة جيد وتقدر تلبسه كذا ستايل كمان. طيب يا جماعة هذا شكل الشوز من التوب، زي ما قلت لكم اللون مو أسود، اللون شوية على رمادي كده بلاك واشت. كمية الماتيريال اللي داخل في بعض صراحة مرة جيدة، هنا سويد وهنا مش وهنا ماتيريال صراحة ما نعرف شو هو، ومن هنا فيه جلد، من هنا فيه علامة الأديدس. شكل الشوز من تحت مرة حلو، الديزاين ده مرة حلو مرة عجبني. برضو من جهة الكعب شكله مرة حلو الديزاين ده. من جوا هنا في المقاس سايز ميد ان تشاينا، ومن جوا مكتوب اديداس ييزي. حاجة تانية محلية الشوز صراحة، هذا كله ريفلكتيف، لما يجي عليها الفلاش 3M يعني ريفلكتيف، فهذا برضو محلي الشوز. هذا شكل الشوز من التوب. يلا تعالوا نشوفها كيف اللبس. في النهاية يا جماعة أدونا رأيكم في الشوز، صفحة الانستغرام تابعوها، سناب اللي بيعرف عني برا اليوتيوب، سناب مؤيد اللي بيعرف عنه برا اليوتيوب، رغم انه عمار يعني سناب عمار اللي بغي يعرف عنه برا اليوتيوب. اللي وصل إلين هنا من الحلقة بليز اضغط لايك، سوي سبسكرايب، فعل جرس التنبيهات وتيك كير.